ممكن اعرف انت بتضحك على ايه دلوقتي؟ ضحك على ايه بس يا محمد؟ شايف الصورة مقلوبة خالص يا حبيبي؟ صورة ايه اللي مقلوبة ان شاء الله؟ معقولة انا اللي بتحايل عليك تطلع تشوف العروسة برا؟ بقول لك ايه، انا قلت لك قبل كده شلني من حساباتك خالص. طب اسمع، ما قلت الصورة المقلوبة دي انت بقى خارج عليهم مكسوف وشايل صينية عليها 4 5 كوبايات شربات وعمالة تدلدلدلدلدلد منك منك. لو فضلت تتنقور كده هسيبك وامشي من هنا خالص. مش كفاية ان انت جايبني هنا على عماية؟ انا هنتغدى سوا وانت في الاخر عامل لي فخ وجايب لي صالح واخته. معلش عشان خاطري اطلع شوفها. مش طالع، كفايه بقى الموقف المنيل اللي انت حاططني فيه ده. بص، هو يبقى موقف منيل صحيح لو اي حد تاني يعرف غيري انا وانت وحبشي، انما ده نعمه العروسه نفسها ما تعرفش. يعني ايه؟ يعني عارفه انها جايه علشان تتغدى معانا وقال يعني هتشوفوا بعض صدفه. ها قلت ايه؟ مراتك تعرف؟ عيب عليك، بقول لك محدش يعرف غيري انا وانت وحبشي. ماشي، بس مش دلوقتي، بعد الاكل. طب ليه؟ احنا هناكل كلنا مع بعض. يا سيدي انا مش عايز اكل مع حد، عايز اكل لوحدي وبراحتي، اقعد بقى اكل الغوص اوقع على نفسي براحتي. خلاص يا محمد خلاص، انا وانت وحبشي هنقعد ناكل هنا ونلغوص ونعمل اللي احنا عايزينه وبعدين نطلع نشرب الشاي معاهم. تمام، سفره دايما يا سيدي الحاج. دايما دي يعني تاكلي، مش تقومي وتسيبي بقيه الاكل. انت ما اكلتيش يا بنتي. والنبي كلت يا سيدي الحاج، ربنا يجعله عيني. والله ما انت شايله حاجه. انا سيبيها براحتها يا حاجه، هو احنا غرب. تعرفي يا ست الحاجه، انا قعدتي لوحدي كانت خلاص هتاخد عقلي. باكل لوحدي واشرب لوحدي واشيل واحط مكان ما اكلت لوحدي. نفسي يجي اليوم كده اللي اقعد فيه وسط ناس واكل واشيل واحط معاهم. ما بالك بقى يا ست الحاجه لو الناس دول كمان ممكن يبقوا قرايب. ادينا ضيعنا الوقت وما لحقتش اشيل معاهم. سيبي الطبق ده وخشي اغسلي ايديكي عشان عايزه ارغي معاكي شويه. يلا. وايه اللي قعدك يا نعمه لوحدك في البيت؟ امال الحاجه فين؟ حاجه انت لو شفتيها هتقولي عليها اصغر مني ومنك. ليه؟ هي عندها كام؟ يجي اكتر من 30، بس تشوفيها ايه، ولا بنت 18. بعد ابويا الحاجه الله يرحمه استنت سنه واحده وبعد كده راحت اتجوزت وخلفت. طب وانت عايشه منين يا نعمه؟ صالح بيصرف عليكي ولا عايشه ازاي يعني؟ الحمد لله مستوره. اصل ابويا الحاجه الله يرحمه كان سابي دكانه في المنيا وهو عايشه من ايجارها. ايه في ايه يا احمد؟ وادي في ايه؟ انتوا هتفضلوا قاعدين هنا طول اليوم؟ ثواني وهنخرج. طب بقول لك ايه؟ انت ما تعرفيش حاجه ولا انا قلت لك حاجه؟ وقولي المديحه انها ما تعرفش اي حاجه. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ هبقى افهمك بعدين، بس يلا بقى اهدوها وتعالى. حاضر. شويه شاي انما ايه؟ عنب عنب. تسلم ايديك يا حمش. الله يخليك يا صاحبي. شاز محمد. ماشي يا حمش. والله العظيم ما انسى انك كنت عارف وما قلتلكش. اتفضل. شكرا. اتفضل يا قد من عدمها يا سيدي. اتفضل. ايه يا عم؟ انت عايز اللي ما اعرفش يعرف؟ ما تهدى شويه. مساء الخير عليكم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا يا اهلا. بص على يمينك قول لي ايه رايك يا ابو حميد؟ هي دي؟ انت اتقابلت انا؟ واحده مراتي والتانيه اختك، تبقى مين؟ ما فيش غيرها. طيب نقول مبروك؟ شكرا.